خدمة إخبارية جديدة من قناة تن. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء. نبدأ جولتنا الإخبارية من قرارات الرئيس، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي، وعضوية كل من جمال محمد عبد العزيز نجم ولبنى محمد هلال نائبي محافظ البنك، وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما تضم العضوية ممثلا لوزير المالية يختاره الوزير، ودكتورة هالة حلمي السعيد ودكتورة ليلى أحمد الخواجة كخبراء اقتصاديين، وكمال سعد سمعان أبو الخير خبيرا ماليا واقتصاديا، والمستشار يحيى أحمد راغب الدكروري خبيرا قانونيا. وتكون مدة العضوية 4 سنوات اعتبارا من 27 من نوفمبر 2015.